بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفنا بالتسجيل الأول والثاني على مقدمة بواجهات المستخدم الرسومية. شفنا كيف ممكن نتعامل مع توابع بسيطة مع الكائنات الإيد التكست مع البوش بوتوم، وشفنا بشكل مبسط توابع السيت والجيت والتابع دبل تو سترينج. هذا الفيديو راح نتعرف على القوائم. راح نطور البرنامج اللي قمنا فيه بالفيديو السابق اللي هو جمع عددين، ليكون برنامج إجراء عملية يتم اختيارها من قائمة. بالبداية راح نبني الواجهة بنفس الطريقة. استعين بكائن عدد 2 إيد التكست من أجل عملية الإدخال، من أجل عملية إدخال القيم. Enter first number. Tag num1. كائن ثاني احسميه Enter second number. Tag num2. راح اختار عنصر بوب اب او اوبجكت بوب اب منيو من خلال string. راح احدد العمليات. اول شيء select كيف جمع طرح ضرب قسمة، والتاج راح اسميه بوب واحد. راح اضيف كائن او راح اخلي نوعه ستاتيك تيك. راح اظهر عليه النتيجة. راح اخليه فاضي اول شيء، واخر شيء راح يتم اظهار النتيجة عليه. اعمل align للعناصر، راح اعدل قياس الواجهة، راح افعل امكانية التحكم بقياس الواجهة بشكل تناسبي تلقائي مع حجم الواجهة الشاشة، وراح اغير لون الخلفية ليكون راح احفظ البرنامج. نلاحظ عندي كل كائن له الاوبجكت، له الكول باك والكرييت فانكشن الخاص فيه، بالاضافه للاوبننج اف سي ان والاوتبوت اف سي ان الخاصين بالواجهه. هلا من خلال كائن بوب اب منيو راح اروح على الكول باك واكتب الشيفره او البرنامج العمليه اللي راح تتم. راح يتم الحصول على القيمه جيت من الهاندل بالتاشيره على الكائن على العنصر او الايد تك الاول للحصول على قيمه سترينج. وراح يتم تحويل القيمه سترينج من str to double، وبنفس الطريقه راح يتم الحصول على الواي من الايد تك الثاني، والزد راح تكون بناء على اختيار القائمه من القائمه البوب اب منيو. راح يتم الحصول على الهاندل دوت بوب واحد. راح احصل على القيمة بناء على ترتيب العنصر. لو رجعنا على ترتيب القائمة سترينج، لو رجعنا راح لاحظ عندي السطر الاول الحالة الكيس واحد ما حيتم تنفيذ اي عملية، بالسطر الثاني راح يتم تنفيذ عملية الجمع، بالثالث الطرح الضرب القسمة، وهذا كله راح يقابله فاليو قيمة. وبالتالي لو كتبت له switch او ممكن من خلال if switch state الكيس واحد ما عندي اي شيء، الكيس اثنين راح يتم تنفيذ عملية الجمع، بالكيس ثلاثة
فحيتم تنفيذ عملية الطرح. أما بالكيس 4 فراح يتم تنفيذ عملية القسمة، وبالحالة الأخيرة راح يتم تنفيذ عملية الضرب. وبالنهاية راح أسند القيمة بالاستفادة من التابع set، وبالتأشير من خلال handles على result اللي هو التاج الخاص بال static text اللي بيظهر عليها النتيجة. راح اقول له انه السترينج هي زين. هشغل برنامجي، راح يطلب مني اول قيمة، راح يطلب مني ثاني قيمة، راح اختار العملية، هختار العملية مثل ما شايفين. بس عندي هون خربطة، هون اول شيء الضرب، بعدين الجمع، بعدين القسمة. نلاحظ لو اخترت الضرب 3 × 5 = 15 وبالقسمة 3 × 5 = 0.6. نلاحظ عندي تابع اسمه close fcn، وظيفة هذا التابع معاكسة تماما لوظيفة التابع opening fcn. فلو كتبت فبإمكاني عند الإغلاق قم بتنفيذ عملية ما بشكل تلقائي من خلال هذا التابع. فعند اي مباشرة عند عملية اغلاق البرنامج راح يتم تنفيذ العملية. خلونا نضيف static text وهذا static text نعطيه اللون اورانج ونعمله مخفي من خلال visible off. بالتالي بنلاحظ لو شغلنا الواجهة ما راح يظهر اسمه text2. عند اغلاق البرنامج راح اقول له set handle.text2 فاصلة visible on فاصلة string. وبالتالي هاي الديسبلاي ما بنيناها، ممكن نعمل بطريقة ثانية. عن مجرد طلب اغلاق الاغلاق طيب خلينا نحطه ضمن حلقة 4i يساوي من 1 إلى 5. خليني اعمل له ايقاف ثانية واحدة. نلاحظ هلا عند الاغلاق راح يظهر لي لثلاث ثواني ثانكس بعدين يذكر. ممكن بنفس الطريقة اخفي كل شيء بالواجهة set handle dot no 1 فاصلة visible، خلي visible off. وال no 2 بالإضافة، واحد واثنين بالإضافة للـ RE، وبالتالي الـ result
بمجرد طلب إغلاق الواجهة راح يتم إخفاء الكائنات الحية. إن كان كان إخفي البوب أب منيو ولا ما حددته، هذا راح يسكر البرنامج. ديليت اتش اوبجكت راح تسكر البرنامج. يعني وظيفة ديليت اتش اوبجكت إغلاق الواجهة الرسومية. تعرفنا بهذا الفيديو على البوب أب منيو، تعرفنا على تابع close request function، وشفنا كيف ممكن برمج القائمة.